مرض السرطان واحد من القضايا والتحديات الوطنية يلي عم تواجهها سوريا وخاصة بهالظروف الصعبة. من 3 سنين تم إطلاق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان واللي بيقوم على مواضيع تشاركية بتجمع الوزارات المعنية والمؤسسات الرسمية والأهلية وخبراء وأفراد. هالمشهد يلي بيشبه خلية النحل بالعمل عم بيحاول يقدم الأفضل لجميع المرضى. ورشة عمل بين الإعلام والصحافة وبين المسؤولين عن البرنامج. يا ترى شو صار خلال هالورشة؟ خلونا نعرف سوا. مساء الخير دكاترة. اليوم بعد 3 سنين من إطلاق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان، قدمت ورشة عمل لوضع استراتيجية مستقبلية ورؤى تطويرية للتحكم بالسرطان بسوريا وجميع المحافظات السورية. للتفاصيل أكثر بعد شوي. نحن اليوم البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان وين وصل؟ كيف كنا ولوين وصل؟ إن كان من الشق الطبي ولا إن كان من الشق التوعوي؟ نحن اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان اللي تشكلت بحزيران 2019 بتوجيه من السيدة الأولى للعناية بكل ما يخص التحكم بالسرطان من خلال دراسة الواقع وتحليله ورصد الصعوبات والتحديات ووضع الحلول اللي توجت كلها بوضع الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان لرفع المستوى. الحقيقة الخطة الوطنية بيعمل على تنفيذها مجموعة من الشركاء. دور اللجنة هو دور يعني الأساسي، التخطيط الاستراتيجي ومراجعة الخطة وتطويرها دائما، والتنسيق بين كل الجهات المعنية بين الأزرع التنفيذية للبرنامج. دور الإعلام دور كتير أساسي، هو شريك كتير مهم لأنه هو صلة التواصل ما بين اللجنة أو ما بين الخطة وما بين المواطنين لإطلاعهم على التطورات، على الإنجازات اللي ممكن هن يستفيدوا منها، تغيير المفهوم القديم عن السرطان والخوف اللي كان قائم واستبداله بأنه السرطان بحال كشفه المبكر صار هو مرض قابل للشفاء. يعني هناك إنجازات كثيرة. نحن عم نهتم بزيادة عدد أجهزة العلاج الشعاعي لتقليل الدور وإدخال التقنيات الحديثة. عم نهتم كمان بوضع بروتوكولات العلاج الكيماوي لتوحيدها ومراعاتها لأحدث المعايير العالمية. عم نهتم بموضوع كمان حل مشكلة انقطاع الأدوية السرطانية لتأمينها بشكل مستمر. عم نهتم كمان بأنه يصير في عنا سجل وطني للسرطان من خلال ممكن أنه نحسب نسب السرطانات، نرصد أماكن انتشارها لندرس عوامل الخطورة والوقاية منها. بعد 3 سنين من إطلاق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان، شو اللي جديد؟ شو اللي تطور؟ شو اللي تغير؟ وين كنا وين صرنا؟ أهلا وسهلا فيكم. الحقيقة مثل ما شفتوا بورشة العمل، البرنامج الوطني له عدة محاور. الحقيقة بمحور التشخيص، بمحور الكشف المبكر، بمحور تأمين الأدوية، بمحور تأمين العلاجات، بمحور تحسين حال العامة للمريض. فالحقيقة نحن ماشيين بكل هالمحاور خلينا نقول بوقت واحد. على مستوى الكشف المبكر مثل ما لاحظنا في عنا عدد من حملات الكشف المبكر عن السرطان اللي عم تشمل 3 أنواع من السرطان: سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان عنق الرحم. على مستوى تأمين التجهيزات، الحقيقة مثل ما شفتوا كان في تطور كبير بالتجهيزات الحديثة اللي تم تركيبها، ونحن ماشيين بهالخطة. حقيقة اليوم استعرضنا 6 أهداف للجنة، من الوقاية إلى التشخيص والفعاليات العلاجية وإطالة حياة المرضى. اليوم وصلنا بأولا إيجاد البروتوكولات العلاجية الموحدة بين كل جغرافيا ومراكز العلاج الأورام بسوريا وتطبيقها وتنفيذها. وصلنا إلى أنه يوصل صوت
العلاجات الحديثة الموضوعة ضمن هذه البروتوكولات من أجل تأمينها عبر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة. فجزء كبير من هالأدوية الحديثة الهادفة والنوعية والمكلفة ذات الثمن ستصل قريبا ضمن البرامج اللي بتقترحها التنفيذية رئاسة مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية أن تصل للمواطن ومجانا. فهذا يعني نوعية الحياة والشفاء تصل إلى أعلى النسب كما هو مطلوب ضمن البرنامج.